نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان ورئيس قناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف، عايزين نطمن على استعدادات النادي الاهلي، الامور عندك ماشيه ازاي سواء التدريب الصباحي او التدريب المسائي؟ يمكن خليني ابدا لك بالتمرين المسائي. يمكن هم حالا اللعيبه امامي في ملعب البيتش في اجتماع يمكن مع مستر بسارتي ومدير الكره الكابتن شادي عبد الحفيظ وباقي الجهاز الكابتن احمد يوسف والكابتن سامي قمصان وكابتن طارق سيما وباقي الجهاز. يمكن مستر كابتن شادي عبد الحفيظ بيتكلم دلوقتي مع اللاعبين بقى له حوالي 3 4 دقائق بيتكلموا عن طبعا قبل بدايه المران. خليني اقول لك ان التمرين صباحا كان في التاسعه صباحا وكان برضه في حوالي اجتماع كده في الملعب حوالي 10 دقائق ان لازم بقى يركزوا الفتره المقبله ان لازم يستثمروا المباريات الوديه لان الراجل هيبني عليها التشكيل في الفتره المقبله. يمكن خليني اقول لك ان اللي بيفكروا ان يبقى في وديه يوم الاربعاء قبل السفر الى اسبانيا يوم الجمعه، يعني الجهاز الفني بيفكر يعمل مباراه وديه يوم الاربعاء. هم خلاص استقروا يا شريف، هيبقى في مباراه ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. وثلاث مباريات وديه في اسبانيا، هيبقى 4 مباريات. فالراجل قال استثمروا الاربع مباريات دول واثبتوا لي مين اللي يستحق يخش او يتواجد في تشكيل ال 11 اللي هيبدا بيهم طبعا الفتره المقبله. يمكن كان في تدريبات بدنيه مكثفه الصبح ومجموعات بالكره، وبعد كده هو طبعا كان في تمرين خفيف في عمار في الجيم وعلوتي برضه ايضا تمرين خفيف، جلسات مستمره الجهاز الفني بيلتزم بهذه الجلسات. النهارده كان كابتن شادي عبد الحفيظ هو اللي مستمر مع تعاقد جلسات مع حسام عاشور ومع حسين الشحات ومع السوليه الصبح. يمكن الكل بينتظم في التمرينات، الكل بيجتهد في التمرينات، الكل بينفذ تعليمات مثل كابتن حزافير علشان ينال ثقه الراجل. انا سمعت بتتكلم على كريم نيدفيد ورجوعه من المانيا، انا شايف كريم امامي الان داخل من بوابه النادي داخل للجيم عشان خاطر يستكمل برنامجه العلاجي. كان في مكالمه بيني وبين طبعا نجم الدفاع فهد سمير، قال هيرجع الاسبوع الجاي وباذن الله امامه شهر كتير ويكون موجود في الملعب. زي ما قلت لك لاعبي النادي الاهلي بتحاول تنال ثقه الراجل، الناشئين قبل الكبار، الكبار قبل الناشئين، الكل بيجتهد، الكل بيحاول ان يحجز مكان في تشكيل النادي الاهلي، الكل هيستثمر المباراه الوديه اللي هتبدا يوم الاربعاء باذن الله ثم ثلاث مباريات في اسبانيا. الكل هيحاول يستثمر ثقه الراجل علشان يعتمد عليه الراجل في الفتره المقبله. الراجل مركز جدا على القياسات، الراجل مركز جدا على العلم الحديث والراجل كلامه واضح اللي هيقدر يعني يجتاز هذه القياسات اللي هيقدر ينفذ القياسات بشكل احترافي هيكون ليه تواجد معايا. مش عاوز اسمي حد بعينه لكن الكل بيجتهد والكل بيحاول ينال ثقه الراجل. قايمه الملعب يمكن الجلسه الفنيه اللي استمرت حوالي يمكن نتكلم حوالي اقل من 10 دقائق انتهت، واللعيبه دلوقتي بتعمل تسخين خفيف وفي جلسه بين مدير الكوره الكابتن شادي عبد الحفيظ وحسين الشحات. يمكن حسين دي جلسة أخرى بعد الجلسة الصباحية. حسين، لا سوري، حسين السيد. حسين السيد تمام، حسين السيد. حسين السيد موجود أهو مع كابتن شادي عبد الحفيظ يمكن على جانب من الملعب. هو بيخوض التدريبات الأيام اللي فاتت حسين السيد يا شريف؟ أنا لسه شايفه النهاردة. أول مرة النهاردة تمام. غالبا يمكن أول يوم نزول النهاردة، أنا لسه شايفه النهاردة. حسين ما شفتوش خالص، أنا لسه النهاردة أول يوم، ممكن يكون موجود بس كان في الجيم، أنت عارف النادي الأهلي برضو ممكن لعيبة تبقى في الجيم وما نشوفهاش. طبعا. أنا النهاردة لسه لفت نظري النهاردة هو بيعقد جلسة حالا مع مدير الكرة كابتن شادي عبد الحفيظ في تراك الملعب، وحسين بيعتدي لبس التمرين يعني هو بيعتدي هيتمرن مع مستر لاسارتي في وسط الملعب مع محمد يوسف والكابتن طبعا كابتن محمد يوسف كابتن سامي قمصان وباقي اللاعبين مع مدرب الاحمال بيجروا عمليات التسخين. باذن الله يكون موسم خير على النادي الاهلي، باذن الله اللعيبه تنفذ فكر مستر لاسارتي عشان يقدروا يحصدوا البطولات الفتره المقبله زميلي يا رب ان شاء الله. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي.